ممكن تحجز غرفة في فندق تحت المية وتنام وسط الكائنات البحرية والحاجات الجميلة دي. المشكلة البسيطة هنا إنك كنت رايح المكان ده لازم يكون معاك 6000 دولار على الأقل، وده سعر الليلة الواحدة في الفنادق الساحرة دي. وبما إننا غلابة يا صديقي، فخلينا على الأقل نستمتع سوا ونتفرج على أغلى وأفخم 6 فنادق تحت المية في العالم. لكن الأول اشترك في القناة لو كنت لسه ما اشتركتش، ويلا بينا نبدأ. أول فندق معانا هو فندق أتلانتس بالم في دبي. الفندق ده طبعاً 5 نجوم، بيعد منتجع ومعرض مائي، ليه شاطئ رملي خاص بيمكنك من رؤية المناظر الرائعة تحت الماء للحياة البحرية. الفندق فيه جناحين تحت المية، الأول اسمه بوسيدون المعروف باسم إله البحر في الأساطير اليونانية، والتاني اسمه نبتون إله البحر في الديانة الرومانية. وكمان ممكن تزور مطعم أوشيانو الموجود تحت البحر. غرف الفندق نفسها مش تحت المية، إلا أنها بتطل على حوض أسماك ضخم جداً، وبيضم 65,000 حيوان مائي. تكلفة إقامتك في أحد الأجنحة دي تحت المية حوالي 6,000 دولار في الليلة، بتشمل خدمات نقل المطار والاستمتاع مع الدلافين في خليج الدلافين، وغيرها كتير جداً من المغامرات الرائعة. منتجع ماركا كونراد في جزيرة رانجالي أحد جزر المالديف. المنتجع ده موجود فيه أول فيلا تحت المية في العالم، على بعد 16 قدم تحت مستوى سطح البحر، وبتتكون من طابقين وبتحتوي على 9 أسرة ومفروشات متطورة وديكور معاصر، وبتوفر النوافذ الممتدة من الأرض حتى السقف إطلالات خلابة ومريحة على الحياة البحرية المتنوعة في المحيط الهندي. الفندق بيقع على جزيرتين منفصلتين ومتصل بجسر، في كمان مطعم بيقع على عمق 5 أمتار تحت سطح الماء. انتركونتيننتال شنغهاي اللي موجود في الصين. الفندق ده بقى خد وقت كبير لبنائه تحت المية، وأخيرا فتح أبوابه للجمهور في سنة 2018. بيحتوي الفندق على طابقين تحت المية، واحد منهم لغرف الضيوف تحت المية، والتاني مطعم تحت الماء. وبيوفر الفندق لضيوفه مطعم ومرفق للياقة البدنية وبار وحديقة. إذا كان عندك أطفال فممكن ينضموا لنادي الأطفال في مكان الإقامة، واللي بيتيح ليهم الوصول للملعب والأنشطة الترفيهية الأخرى. وفي كمان مركز صحي وساونا وحوض استحمام ومسبح داخلي. منتجعات ورلد سنتوسا في سنغافورة. منتجعات سنتوسا العالمية بسنغافورة فيها 11 جناح اتبنت كمنازل من طابقين. الطابق العلوي بيكون هو اللي فوق الأرض وبيتألف من غرفة المعيشة، أما الطابق السفلي بيكون تحت المية وفي غرف النوم، وبتحتوي منطقة المعيشة على مساحة لتناول الطعام وفناء خارجي مع جاكوزي. كمان بتتوفر وسائل الراحة الحديثة زي تكييف الهواء وخدمة الواي فاي المجانية ومركز اللياقة البدنية. منتجعات مانتا في تنزانيا. الفندق ده بقى فعلا محتاج تعمل لايك الأول للفيديو لو كنت مستمتع معانا، وبعدين نتفرج على الروعة دي. فندق عائم بالكامل على ساحل أرخبيل زنجبار، وبيتميز المنتجع الاستوائي ده بإطلالات خلابة على المحيط الهندي وإطلالات فريدة تحت سطح المية، وبيبلغ ارتفاع كل غرفة حوالي 13 قدم تحت مستوى سطح البحر. الغرفة الموجودة تحت المية هناك شبه الصندوق الزجاجي. الإقامة هناك كأنك عايش حرفياً في قلب المحيط، وبيحتوي الجزء الخارجي من الغرفة على أضواء كاشفة زرقاء بتجذب الأسماك للاقتراب أكثر من النوافذ ليلاً. دايوتر إنفستراس في السويد. بيعتبر ده أرخص فندق في القايمة بتاعتنا، ومع ذلك فهو ساحر جداً الحقيقة. هو من بره بيبدو كأنه منزل عالق في وسط بحيرة، وبيحتوي الجزء الداخلي على غرفة نوم صغيرة بتقع على عمق 10 أقدام تقريباً تحت سطح الماء، وبيقع المنزل ذو اللون الأحمر الساطع في وسط بحيرة مالارين، فأنت محاط بالمية من جميع الجوانب، وبيحتوي الجزء العلوي على مطبخ ومنطقة صغيرة لتناول الطعام مع تراس خارجي، وفي سلم للوصول لغرفة النوم تحت المية. المكان اللي تقدر تستمتع بمنظر الحياة المائية من جميع الجوانب فعلاً.
وفي النهاية نقدر نقول إن موقع منعزل وغرفة تحت المية هو خيار رائع جداً للأشخاص اللي بيحبوا الهروب من صخب الحياة اللي بنعيشها كل يوم. لو كنت استمتعت بالفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناة لو كنت لسه ما اشتركتش. واشوفك على خير.